بيشتغل مدير تصوير وكان مرتبط بهنا شيحة وبيحبها وسابوا بعض فجأة، وارتبط بعد ما سابها بسنتين وطلب حبيبته على طريقة الأفلام الأجنبية وقال لها ممكن تتجوزيني. محمود شاهين ابن أخو الفنانة إلهام شاهين خطب حب عمره بعد ما ساب هنا شيحة. يا ترى إيه الحكاية؟ انتشرت خلال الساعات اللي فاتت صور لمحمود شاهين ابن أخو الفنانة إلهام شاهين وهو بيحتفل بخطوبته على بنت من خارج الوسط الفني، فكان باين على محمود سعادته الكبيرة بخطوبته عليها، وده بعد سنتين من انفصاله عن هنا شيحة واللي كانوا مرتبطين ببعض الفترة وسابوا بعض فجأة، وده اللي خلى الجمهور يربط خطوبته بانفصاله عن هنا. فيا ترى إيه الحكاية؟ محمود شاهين هو ابن أخو الفنانة إلهام شاهين من أخوها أيمن، هو كمان كان فنان وبدأ معاها لكن اعتزل الفن بدري وما بقاش مشهور زيها. ابنه محمود شاهين بيشتغل مدير التصوير السينمائي، شارك ضمن فريق عمل مسلسل شاهد عيان واللي لعب دور البطولة فيه الفنان حسن الرداد والفنانة هنا شيحة. وقتها نشأت قصة حب بين محمود وبين هنا، ورغم إنهم ما صرحوش بيها بشكل رسمي للجمهور لكنهم بدأوا يظهروا مع بعض على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42، وظهر الاثنين مع بعض وكان في بينهم انسجام واضح، وتصوروا مع بعض وكانوا ماسكين ايد بعض، وكان واضح الانسجام الكبير بينهم وانها مش مجرد علاقه صداقه بس، لكن في ارتباط بينهم، لان رغم ان محمود كان بيتصور مع كل الموجودين في المهرجان لكن هنا بالنسبه له كانت حاله خاصه، فكان ماسك ايدها وبيتصور معاها، ده غير انهم كانوا بيظهروا في اي مناسبه تانيه مع بعض وبيكون حاضنها وماسك ايديها. بدأ الجمهور والمتابعين يتوقعوا ان في علاقه حب بينهم، خاصة بعد ظهور محمود شاهين معاها في حفلة عيد ميلادها وكانوا بيرقصوا مع بعض وبيحتفل بعيد ميلادها على أغنية انزل يا جميل على الساحة، ونشر صورة ليهم سوا وعلق عليها وقال عيد ميلاد سعيد لشخص مميز يجلب الكثير من الفرح لقلبي، أنا ممتن لكل لحظة بنقضيها معا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدا وأن نحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز. ووقتها اتأكد الجمهور أنهم مرتبطين وبيحضروا لجوازهم. ولما تسألت إلهام شاهين عن حقيقة ارتباط ابن أخوها محمود بهنا ردت وقالت أنهم أصدقاء ولو في حاجة اتغيرت أكيد هيعلنوا للجمهور. المفاجأة أنه بعد فترة بسيطة فعلاً ما بقاش يظهر معاها تاني، وحتى جواز أختها حلا وقتها من الداعية معز مسعود ما حضرهوش، فاستنتج الجمهور والمتابعين أنهم سابوا بعض. وبعد سنتين أعلن خطوبته على بنت من خارج الوسط وقال عنها أنها حب عمره وطلب إيديها قدام الكل على طريقة الأفلام الأجنبية، وده اللي خلى المتابعين يتوقعوا أنه ساب هنا علشانها، لكن الحقيقة أنه منفصل عن هنا بقاله سنتين، يعني وقتها ما كانتش حبيبته لسه موجودة في حياته. فيا ترى هنا شيحة هيكون لها رد فعل على خطوبة محمود شاهين ولا لا؟